صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 44 لسنة 2023 بتعيين أمين عام لمجلس التعليم العالي وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي أمينا عاما لمجلس التعليم العالي